والذي يلعب في صفوف فريق بورتو قاد فريقه للفوز بهذه الكأس بتسجيل هدف الترجيح لفريقه ليفوز بورتو بهدفين مقابل هدف واحد. هذه المباراة شهدت وقتا إضافيا وأقيمت في جو بارد مليء بالثلوج. اللاعب رباح ماجر حصل في هذه المباراة على جائزة نجم المباراة الأول. نشاهد الآن على الشاشة لقطات من هذه المباراة.